نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. إلى الشأن السوري، حيث قام قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بزيارة قصيرة إلى مناطق خارجة عن سيطرة الدولة شمال سوريا وفق ما أعلن البنتاغون. ونشرت مواقع كردية أن لقاء جرى قبل يومين، جمع رئيس الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم بممثل تحالف واشنطن في ريف عين العرب. أتم الاتفاق على عملية عسكرية نحو رقة بمشاركة 12 ألف مقاتل. هذا واستعادت وحدات حماية الشعب قرية الهيشة التي تبعد نحو 45 كيلومترا شمال شرق الرقة. إلى ذلك، توغل عدد من العسكريين الأتراك وجرافات ومدرعتان وشاحنات عسكرية داخل الأراضي السورية في منطقة صيبين شمال سوريا. المقاتلون الكرد الموجودون في المنطقة صوروا فيديو أثناء دخول الأتراك الأراضي السورية ورصدوا كيف يقوم العسكريون الأتراك ببناء التحصينات. أشار بيان للكرد إلى أنه فور وصول الجنود الأتراك إلى الأراضي السورية بدأت الجرافة التركية بالحفر في المنطقة بين صيبين والقامشلي. طلب المسؤول في جيش الفتح عبد الله المحسني المجموعات المسلحة في حي الوعر في حمص بفتح الجبهات مجددا وبإنشاء غرفة عمليات داخل الحي لشن هجمات على نقاط الجيش السوري عند خطوط التماس في محيط الحي، مشددا على استخدام من وصفهم بالإنغماسيين والانتحاريين. وفي حلب، قال المرصد السوري المعارض أن غارات عنيفة تستهدف طريق الكاستيلو المؤدية إلى حلب والواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في ضربات جوية وصفتها مواقع المسلحين بالأعنف منذ فبراير شباط الماضي. للمزيد حول التطورات الميدانية في سوريا، ينضم إلينا من العاصمة السورية مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، نبدأ من هذا اللقاء الذي جمع صالح مسلم بقائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، هل لدينا معلومات عما نتج عن هذا اللقاء وهل من تعاطي رسمي؟ في الواقع رامية، لا يوجد تعاطي رسمي حتى اللحظة على أقله، لكن في المعلومات أن هذا الاجتماع جرى في منطقة عين العرب كوباني في ريف حلب الشمالي. الاجتماع على ما يبدو هو يأتي في إطار التحضيرات، يعني هناك تحضيرات باتت واضحة على الأرض وفي التصريحات الإعلامية بدعم أمريكي لقوات سوريا الديمقراطية من أجل عملية عسكرية في مواجهة تنظيم داعش. اليوم كان هناك تصريح للناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية العقيد سلو، تحدث فيه عن أن الهدف ليس محدد تماما بالمعنى الجغرافي، هل هو سوف يستهدف داعش في ريف حلب الشرقي أم في دير الزور أو حتى في الرقة، مع وجود إشارات ميدانية على أن هناك بالفعل بدأت مناوشات وعملية عسكرية سيطرت خلالها قوات سوريا الديمقراطية على قرية الهشة الواقعة في الريف الشمالي من محافظة الرقة. أيضا هناك على ما يبدو هناك تحشدات كبيرة لقوات سوريا الديمقراطية المكونة من وحدات حماية الشعب ومن قوات بركان الفرات ومن قوات عربية وجيش العشائر وكل هذه المكونات باتجاه منطقة عين عيسى الواقعة في ريف الرقة الشمالي. كل هذه التحضيرات تشي بشكل واضح على أن هناك تحضيرات بدأت في الواقع على الأرض، وهو على ما يبدو كان مضمون لقاء القيادي العسكري الأمريكي قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مع صالح مسلم في منطقة عين العرب. طيب، وإن بقينا ربما في الشمال السوري محمد، حول هذا التوغل العسكري التركي، هل يوجد معطيات تؤكد هذا التوغل، طبيعة ما جرى على هذه النقطة في صيبين؟
في الواقع المعطيات هي محلية من الناشطين والسكان في تلك المنطقة في شمال القامشلي، هي جبهة أخرى في الواقع يعني مئات الكيلومترات عن عين العرب، أن نتحدث هنا في المنطقة الحدودية بين الأراضي السورية والأراضي التركية. التوغل هو لمدرعات وعلى ما يبدو جرافة كبيرة للجيش التركي، توغلت مساء أمس أو في ساعات عصر أمس على ما يبدو في تلك المنطقة، وهي قد استهدفت بشكل أساسي مناطق زراعية للسكان المحليين في تلك المنطقة. مع الإشارة دوما رامي لأن هذا الحادث ليس هو الأول من نوعه، دوما ما كانت هناك توغلات للجيش التركي للقوات الخاصة التركية بالتحديد في تلك المنطقة ومناطق أخرى في تلك المنطقة. هذه المرة التوغل هو عبر آليات ومدرعات وآليات استخدمت بتجريف أراضي بحجة وجود مسلحين أو عناصر مسلحة في تلك المنطقة تشتبك مع القوات الخاصة التركية عبر الحدود. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية. الجيش العربي السوري ينفذ عمليات نوعية خلال تصديه للتنظيمات الإرهابية في دير الزور وريف حمص. جولة على الواقع الميداني في تقرير ربيع عتيبة. على أسوار مدينة دير الزور الصامدة يتساقط عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي. وحدة من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى منطقة حويجة سكر عند أطراف المدينة، ما أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الإرهابيين قتلى ومصابين. تزامنا مع الهجوم الإرهابي شهد محيط المطار العسكري في المدينة هجوما آخر تعاملت معه وحدات الجيش بمؤازرة سلاح الجو، حيث دمر تحصينات وآليات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات وسيارتين مزودتين بالذخائر في محيط جبل الثردة، كما تم القضاء على عشرات الإرهابيين بينهم المسؤول العام لتنظيم داعش الإرهابي في دير الزور أبو خديجة المصري. الريف الشرقي لمدينة حمص شهد استهدافا من قبل سلاح الجو لتجمعات إرهابيي داعش في محيط حقل شاعر النفطي، حيث دمر عددا من الآليات والعربات والمقرات، فيما وجه سلاح المدفعية ضربات لعدد من الدشم والتحصينات في الحقل وقضى على أعداد من الإرهابيين. كما دمر سلاح الجو عددا من المقرات والآليات لإرهابيي داعش في قرى أبو جريس وعنق الهوى وأم صهريج وأم الريش وأم تبابير. إلى السويداء جنوبا دمرت وحدة من الجيش آلية مزودة برشاش تابعة لإرهابيي داعش في قرية القصر الواقعة على أطراف البادية السورية. خروقات التنظيمات الإرهابية لاتفاق وقف الأعمال القتالية تتواصل، فيما يوثق مركز الرصد الروسي تلك الخروقات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الصادر عن مركز حمامي مع الرصد 9 خروقات جديدة خلال 24 ساعة لاتفاق وقف الأعمال القتالية. مركز حمامي أكد أن إرهابيين من تنظيم جيش الإسلام قصفوا بقذائف الهون والمدافع مواقع عدة في محافظة دمشق وأحياء من مدينة حلب. المركز أكد أن الجيش العربي السوري أحبط عدة محاولات من إرهابي تنظيم جبهة النصرة للتقدم في عدة مناطق في أرياف اللاذقية، حمص، دمشق، القنيطرة، حلب وإدلب. وبحسب المركز الروسي فإن عدد البلدات التي انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية وصل إلى 113 بلدة، في حين بقي عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت التزامها بالاتفاق 59. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الدولية. يدعي الغرب محاربة الإرهاب والتطرف، فيما تظهر الحقائق أنه يغض الطرف عن الإرهابيين العائدين من سوريا إلى بلادهم. تفاصيل أوفى في تقرير كلوديا حسن. بعد سنوات الحرب على سوريا والعراق وتدفق الإرهابيين منها عبر تركيا لقتل الشعبين السوري والعراقي، بريطانيا لم تحاسب سوى 54 إرهابيا من أصل 2000 بريطاني ممن تدفقوا إلى سوريا والعراق لممارسة إجرامهم وإرهابهم، وبعضهم عادوا إلى بلادهم بعد انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق، ما يثير تساؤلات جديدة حول الإجراءات الأمنية التي تدعي الحكومة البريطانية اتخاذها في مواجهة التطرف والإرهاب. صحيفة تلغراف البريطانية ذكرت أن الإحصاءات التي أعدتها وزارة الداخلية البريطانية أظهرت أن إرهابيا بريطانيا واحدا
من أصل كل 8 انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وعادوا إلى بلادهم، خضعوا للمحاكمة وأدينوا بتهم الإرهاب. وحسب الإحصاءات فإن عددا كبيرا من الإرهابيين البريطانيين الذين عادوا إلى بلادهم لا يخضعون للمراقبة على الرغم من أنهم يشكلون خطرا حقيقيا. تدعي بريطانيا أنها تحارب الإرهاب اليوم، وهي تمد طوق النجاة لإرهابيين بريطانيين عادوا إلى بلادهم بعد أن مارسوا الإرهاب بمختلف أشكاله في أراضي الآخرين. اعتداء إرهابي يستهدف مدينة القامشلي، طبعا مطعمين في مدينة القامشلي، ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء. ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى جراء اقدام ارهابي من تنظيم داعش على تفجير نفسه باحد المطاعم في مدينه القمشلي. نحن صامدين للابد، ان شاء الله بدنا نضل للابد وبدنا نحاربهم كلياتهم. رسالتنا للارهابيين احنا نقول ان احنا صامدين ان شاء الله وراح نضل متواجدين بهالبلد وان شاء الله مستمرين، ما راح نترك وراح نستمر ان شاء الله، والله يديم لنا سوريا. هذا الحي للمره الرابعه يستهدف بأيادي هؤلاء الإرهابيين الذين لا يعرفون من الحياة إلا الدم والقتل، ولكن هيهات، شعبنا قوي، قوي بإيمانه، قوي بمحبته لوطنه، قوي بصموده. مراسل الإخبارية في القامشلي أفاد بأن انتحاريين اقتحما حي الوسطى بمدينة القامشلي بتغطية نارية، ثم قاما برمي القنابل اليدوية على المحلات التجارية والمطعمين ميامي ودومينو. بعد ذلك قام أبناء الحي بالتصدي لهما بالأسلحة الخفيفة إلى أن تمت محاصرتهما في الشارع، فسارعا الإرهابيين الانتحاريين إلى التكبير وتفجير نفسيهما في المطعمين. جرائم الإرهابيين في حلب طال اعتذارا للمسنين والذين لم يحرك الاعتداء عليهم ساكنا في الضمير العالمي الغائب. يا جماعة ماتت، رني ماتت. هنا في دير الأرض المقدسة ليست الجريمة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، فهنا استشهدت رنيم ولم يشفع لها عمرها، فكانت ضحية جديدة من ضحايا قذائف عمياء لم تفرق بين طفل ومسن. دار مار منصور للمسنات في حلب كان هذه المرة هدفا للتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الدار بعدة قذائف صاروخية، ما أدى لاستشهاد امرأة مسنة من النزيلات وإصابة عدة مسنات بجروح. محافظ حلب الدكتور محمد العلبي تفقد الدار في حي الفرقان واطلع على حجم الدمار الذي لحق به. شهدنا هالخراب الكبير اللي تعرض له هالدار، نحن ان شاء الله سنعيد كل شيء الى ما كان عليه واحسن. وبالتاكيد انا اليوم بساوي اجتماع مع الجمعيات ومع الجهات المعنيه في موضوع إعادة هذا الدار إلى ما كان عليه وأفضل إن شاء الله. دار المسنين، دار جمعية مار منصور، هو دار هون في مرحلة نزوح لأنه كان مقرهم في جديدة بساحة فرحات، دمر بمرحلة سابقة، تم إخراج المسنين من الدار، جابوهم لهون بالتعاون مع دير الأرض المقدسة، أعطوهم هالجناح هون قاعدين فيه، ففترة استراحتهم وصلاتهم قاعدين المسؤوليات بيخبروني انه اجت قذيفه. دار المسنين هذا الصالون محل ما بعيشوا هون عم صلوا كانوا، اجى الصاروخ من بستان القصر يمكن، ماتت وحده ووحده هلا بالعنايه المشدده بالمستشفى وفي شوي جرحى ومرض وضعين وكلهم فوق 70 سنه. زدت لهونيك هيك وقعوا فوق طاولتين وكرسيين، انا نحطهم من فوق، جيت بدي اشيلها لقيتها خلصانه، ايه صرت اقول لهم يا جماعه ماتت، رني ماتت. في حلب امتزجت دماء الصغير مع الكبير لتشكل ملحمة جديدة في الصمود والتمسك بالأرض، رغم كل المحاولات المستميتة للمجموعات الإرهابية لكسر إرادة السوريين.
الأمن العام اللبناني يوقف سوريا في جرود رأس بعلبك لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصر الإرهابي. وقال الأمن العام اللبناني إن الإرهابي محمد أحمد الحرفوش اعترف بانتمائه إلى تنظيم جبهة النصر الإرهابي وقد أحيل إلى القضاء المختص للمحاكمة. وكان الأمن العام والجيش أوقفوا يوم أمس عددا من الإرهابيين في حارة صيدا جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. تشير بعض المصادر إلى احتمال وجود أصابع تركيا في حادثة سقوط الطائرة المصرية، بينما لم تؤكد التحقيقات شيئا حتى هذه اللحظة. لم تتوقف كارثة الطائرة المصرية عند سقوطها في مياه البحر المتوسط، فلا تزال تداعيات المأساة تتوالى تباعا. فبعد العثور على حطامها بات من شبه المؤكد أن عملا إرهابيا يقف خلفه. صوت روسي كان أول من أكد هذا الاحتمال، داعيا إلى اتخاذ إجراءات للعثور على المتورطين بالحادثة. وتعليقا على المعلومات المتداولة حول الواقعة، أصابع عدة وجهت الاتهام لتركيا وتحديدا إلى مقاتلاتها الحربية. مصادر اتهمت تركيا بالتورط في حادث الطائرة، مؤكدة بأن هذه المقاتلات كانت تعمل بشكل مريف فوق المجال الجوي لليونان منذ فترة، مشيرين إلى أن المقاتلات التركية كانت قد اخترقت الأجواء اليونانية قبل الحادث 42 مرة. كما أنه كان من الملاحظ أن خط سير الطائرة المصرية مر فوق منطقة تفصل بين المجال الجوي اليوناني غربا والمجال الجوي التركي شرقا وجنوبا، لا سيما قبل دخولها إلى المجال الجوي المصري المتجه إلى الإسكندرية. لا يفصل أكثر المراقبين بين اليد التركية في مصر وتلك التي في سوريا، وخاصة أن سلاح الجو التركي كان قد أسقط طائرة روسية من طراز سو 24 في سوريا في 24 من شهر تشرين الثاني الماضي. حادثة تأتي بعد سقوط طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء وعلى متنها 224 مسافرا. وهنا يرى الكثير بأن حادثة الطائرة جاءت لتؤكد مجددا الأولوية لمحاربة الإرهاب وأنه يجب أن يتقدم على جميع الأولويات الأخرى. نبقى مع جولة على الأخبار العربية والدولية مع زميلة علا أبو خضر. إليك علا. شكرا لك رنا وأهلا بكم. هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب وسط سوريا وأخرى في لواء اسكندرون قوتها 3.9. اعتقلت قوات الأمن الروسية في جمهورية أنغوشيا شمال القوقاز الروسية 4 إرهابيين مرتبطين بتنظيم داعش. الناخبون النمساويون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لبلادهم خلفا للاشتراكي الديمقراطي هانس فيشر الذي تنتهي ولايته الدستورية في 8 تموز القادم. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء حوادث إطلاق نار منفصلة شهدتها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الساعات 24 الماضية. اختتم الجيش الفنزويلي مناورات عسكرية استمرت يومين أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو، وتم التركيز خلالها على تدريب مدنيين على الدفاع عن الوطن والنظام الداخلي. في خبرنا الأخير، أقدم شاب نمساوي على قتل شخصين وجرح آخرين وذلك خلال حفل موسيقي قبل أن يطلق النار على نفسه لينتحر. كان هذا كل ما لدي من أخبار، عودة إليك رنا لاستكمال الرئيسية. حول أبو خضر شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. الجيش العراقي يطرق أبواب مدينة الفلوجة. أهلا بكم من جديد. يبدأ الجيش العراقي معركة حاسمة لتحرير مدينة الفلوجة من تنظيم داعش الإرهابي ويمنح المدنيين فرصة للخروج من المدينة. مزيد من التفاصيل في تقرير رامي عباس. على مشارف مدينة الفلوجة يثبت الجيش العراقي مواقعه استعدادا لتحريرها، وذلك بعد العديد من الإنجازات والانتصارات التي حققها ضد تنظيم داعش الإرهابي والتي حرر بنتيجتها العديد من المحافظات. خلية الإعلام الحربي دعت في بيان لها أهالي الفلوجة إلى الابتعاد عن المقار والتجمعات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وطلبت ممن لا يستطيع الخروج
رفع رايات بيضاء على أماكن تواجدهم لتجنب إلحاق الأذى بهم. الخلية أكدت أنه سيتم التعامل مع مقر التنظيمات الإرهابية على أنها أهداف للطيران الحربي، وكشفت عن طرق مؤمنة لتأمين خروج الأسر العالقة داخل المدينة. عن الفرق التي ستشارك بعملية تحرير الفلوجة، شددت خلية الإعلام الحربي أن العملية ستكون عسكرية عراقية تشترك بها كل القطاعات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والحشد الشعبي، بالإضافة إلى سلاح الجو في الجيش. الجدير بالذكر أن القوات العراقية عززت من تواجدها على أطراف مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك استعدادا للمشاركة في اقتحامها وتطهيرها، حيث تضمنت الحركات التمهيدية لذلك قطع عدد من طرق الإمداد التي كان يستخدمها إرهابي داعش. الوفد الوطني اليمني إلى محادثات الكويت يقول أن تعطيل الحوار من قبل وفد الرياض يعكس سعيه لإفشاله. وأكد الوفد الذي يضم حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي أن تعطيل جلسات المحادثات وعرقلتها يعكس سعي وفد الرياض إلى الذي يمثل حكومة الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي إلى إفشالها وعدم التوصل إلى حل سياسي. وجدد الوفد حرصه على استمرار الحوار حتى الوصول إلى نتائج ترضي الشعب اليمني وتنهي العدوان السعودي عليه. المساعي المبذولة لإيجاد حلا سياسيا للأزمة اليمنية تصطدم بالعدوان السعودي الذي يواصل استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية للبلاد. تفاصيل أوفى في تقرير ميرفات أوشار. لم تستطع المحادثات في الكويت أو حتى الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة إيقاف إراقة الدماء اليمنية، فاليمنيون في اليمن ما زالوا هدفا لغارات طائرات النظام السعودي. وفي خرق جديد لوقف إطلاق النار في اليمن، نفذ طيران النظام السعودي غارة على منطقة الحردين في مديرية موزع بمحافظة تعز، كما شنت طائرات التحالف 4 غارات على مديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء وعلى مديريتي المصلوب والغيل في محافظة الجوف، بالتزامن مع قصف مرتزقة النظام السعودي أحياء المدنيين بالمدفعية في منطقة المعيمرة بمديرية المتون بالمحافظة، كما استخدموا الأسلحة الرشاشة في منطقة الحنة بمديرية الوزعية. أما في تعز فقد قصف المرتزقة موقع الشبكة بالمديرية وحي الزهراء والسلسلة الجبلية ومدارس العمري بمديرية ذباب، كما استهدفوا مديرية المتون، ليسجل بهذا يوما دمويا جديدا في اليمن راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح من بينهم أطفال نتيجة استمرار العدوان السعودي السافر. الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تأخذ منحا تصاعديا في الضفة الغربية، وذلك في غياب موقف عربي أو دولي لوقف تلك الجرائم. تفاصيل أوفى في تقرير خليل إبراهيم. يوم جديد من التحدي الفلسطيني لآلة الحرب الصهيونية. مدينة الخليل بالضفة المحتلة مثال على الإصرار لمقاومة الاحتلال الذي أمعن في قمع المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم وعدد من الطلاب بحالات اختناق، وذلك جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مجمع مدارس طارق بن زياد. وفي جديد العدوان على المقدسات، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم مباشر من قوات الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية في الباحات والتقطوا صورا لعدة أماكن من المسجد في محاولة لتهويد المدينة المقدسة. أما على صعيد الاستيطان فتزيد سلطات الاحتلال من وتيرة عمليات تحويل البؤر الاستيطانية المنتشرة في طول الضفة المحتلة وعرضها إلى مستوطنات لتصبح أمرا واقعا. وقالت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال تحاول إقامة حي استيطاني جديد قرب مغتصبة عيليز هاف، كمغتصبة جديدة تضاف إلى عشرات المغتصبات التي تنذر بخطر كبير على مستقبل الصراع وسط عجز العالم عن إزالتها. توعد نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي إدريس بالوكان بكشف الكثير من فضائح رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان. وقال بالوكان إن ما يهدف إليه أردوغان هو إقامة نظام ديكتاتوري استبدادي والسيطرة على البرلمان، واتهم
أردوغان وقيادات الحكومة بالكذب على الرأي العام، وقال أنه خلال محاكمتنا سنكشف الكثير من الأسرار فيما يخص علاقة أردوغان وهذه القيادات مع حزب العمال الكردستاني. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة 50 من أعضاء البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة العلاقة مع حزب العمال الكردستاني، فيما تتوقع الأوساط الحكومية اعتقال العديد من هؤلاء الأعضاء فورا. طلب المئة من الأتراك بمحاكمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لارتكابه جرائم حرب في سوريا والعراق. تفاصيل أوفى في تقرير حسين الفياض. دعم التنظيمات الإرهابية وإيواء الإرهابيين الذين يقتلون المدنيين في سوريا والعراق ولاحقا في تركيا، جرائم لم يعد الشعب التركي قادرا على السكوت عنها. وفي محاولة لفضح جرائم الحكومة التركية، طلب المئات من الأتراك الذين تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بمحاكمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لارتكابه جرائم حرب في سوريا والعراق. وقال المتحدثون باسم التنسيقية الأوروبية للحزب الاشتراكي من أجل البناء الجديد اليوم إن الحملة المطالبة بمحاكمة أردوغان قد انطلقت بداية العام الجاري، وتم جمع تواقيع 50,000 مواطن تركي يعيشون في مختلف الدول الأوروبية، مشيرين إلى أنهم سيسلمون التواقيع يوم الثلاثاء القادم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وتطالب التواقيع بمحاكمة أردوغان في المحكمة الدولية بتهمة دعم التنظيمات الإرهابية بكل الوسائل والإمكانيات. وأكد المتحدثون باسم التنسيقية أنهم لن يتخلوا عن ملاحقتهم لأردوغان الذي قتل الشعب السوري وألحق دمارا في سوريا والعراق والمنطقة، وهو ما تثبته كل الأدلة التي سيقدمونها إلى لجنة حقوق الإنسان. وكان سياسيون ومثقفون أتراك أكدوا مؤخرا أن النظام التركي يشكل الخطر الأول على أمن تركيا والمنطقة من خلال دعمه المتواصل للإرهاب في سوريا منذ سنوات عبر فتح الحدود لعشرات آلاف التكفيريين المرتزقة لدخولها مع شاحنات الأسلحة، إضافة إلى استضافته معسكرات لتدريب الإرهابيين.